وعشاق الدراجات النارية في إيطاليا على موعد مع أول معرض للدراجات النارية يفتح أبوابه للجمهور بعد شهور من الإغلاق. أسرع الآلاف من الناس لاختبار قيادة أحدث الدراجات النارية والالتقاء بأصدقائهم القدامى، وذلك طبعا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية. أحب الدراجات النارية، هذا عالمي ولا يمكنني العيش بعيدا عنه. يمكننا أخيرا التحرك واللقاء مرة أخرى. ركوب الدراجات النارية يشكل نوعا من الأخوة، وهذا شيء ضروري. يقام المعرض عادة في فترة الشتاء، لكن المنظمين هذا العام قرروا الاستفادة من الطقس الدافئ لاستخدام المساحات الخارجية. وطبعا لم يضيع الزوار أي وقت، فخلال المعرض اختبروا الدراجات النارية من جميع العلامات التجارية، وتبضعوا في العديد من الأكشاك التي امتلأت ببضائع راكبي الدراجات النارية. عالم الدراجات النارية على المستوى التجاري لم يعاني في هذه الفترة، بل تحسن، لأن ركوب الدراجات النارية لا يحتاج لتجمعات كبيرة. يمكن للساق أن يتمتع بهوايته هذه بمفرده. تخيل أنه لم يكن هناك أي معارض منذ يناير العام الماضي. بسرعتها الفائقة وأصوات محركاتها، تعتبر قيادة الدراجات النارية بالنسبة للهواة فرصة للترويح عن النفس ووسيلة مفعمة بالأدرينالين لتغيير الروتين من وقت